هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز لأستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. كل الأشياء تعمل معا لخيري. سوف أتغير باسم الرب يسوع. كل شعب الله يقول يا رب. الآن أنا أصلي بأنك أنت تصنع قوتك معنا الآن في كلمتك، أنك تفتح أذهاننا الآن لكي نفهم الكتب وقوة الله، أنك أنت تشجعنا يا رب بكلام منك وتبنينا يا سيد بحسب مشيئتك، وتغيرنا لكي نصبح الأشخاص اللي تريد أن تعبدك وتابعين كليا يا سيد وميتين أيضا فيك في المسيح يسوع. لك كل المجد، أنك أنت ترتفع الآن، كل واحد فينا ينخفض، أنت تزيد، كل واحد فينا ينقص، ليأتي ملكوتك، ليتقدس اسمك، ولتكن مشيئتك إلى أبد الآبدين. آمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا. هللويا. مجدًا، رح نأخذ هذه الفرصة الآن مجددًا أنه نتحدث مع بعض عن الاثناش تبع يسوع. ومشان هيك اليوم بدي شجعك إذ ندرس مع بعض تلميذ يسوع، وعم نتعلم عن تلميذ يسوع. وأنا اليوم مثل كل مرة ذكر أنه الآن عم نعبد الرب من خلال كلمة الرب. ومشان هيك الآن كل مرة نتحدث فيها في هذه الكنيسة عن أي موضوع، أريدك أن تعرف الآن أنا ما بيهمني أنه كبر لك معلوماتك وخليك تصير تعرف أكثر في الكتاب المقدس. مش الهدف الآن أنك تعرف آيات، مش الهدف الآن أنك تعرف معلومات تاريخية أو تعرف معلومات كتابية. الآن الهدف بأنه هذه الكلمة تغير حياتك اليوم، الهدف بأنه نتعلم دروس من خلال أنه نتعلم عن شعب الله، من خلال أنه نتعلم عن تلميذ يسوع. والرائع بالموضوع أنه لما ما ندرس عن تلميذ يسوع، أنا وأنت عادة أخذين الأمر بروحانية هائلة يعني، ونشكر الله من أجل هذا الموضوع. لكن اللي عم بيعنيه الآن أنه أخذينه بروحانية هائلة، أنه هؤلاء الأشخاص نحن نقدسهم، هؤلاء الأشخاص بنسمي كنايسنا على اسمهم، هدول الأشخاص بنسمي أولادنا على اسمهم، هدول الأشخاص اللي أنا وأنت كنا منقول يا ريت أنا كنت محلهم، يا ريت كنت مع يسوع بهذاك الوقت واحد من تلاميذه. لكن أنا وأنت اليوم لا نعرف بأن الرب يسوع بالحقيقة استخدم أشخاص عاديين جدا بمهمة غير عادية، أشخاص بشر كتير بمهمة إلهية. الرب يسوع استخدم أشخاص ضعفاء بالحقيقة بمهمة قوية. وبخلال دراستنا عن هدول التلاميذ تعلمنا كيف الرب يستطيع أن يحول شخص من طرف إلى طرف آخر، كيف الرب يستطيع أن يقبل كل إنسان، كيف الرب يستطيع أن يغير كل إنسان. ما في حدا صعب على يسوع، ما في حدا مرفوض من يسوع، ما في حدا بعيد عن أنه يسوع يلمسه اليوم، ما في حدا كتير قوي على أنه يسوع ما بيقدر يغيره اليوم. إذ هو يريد، المشكلة الوحيدة يا أحبائي بأنه أنا وياك نتغير اليوم هو ليس الشيطان، المشكلة الوحيدة هي إرادتي أنه أنا أتغير، المشكلة الوحيدة هي أنا أريد أن أنحني للرب. وعادة أنا وياك لما بنجي بنحكي عن التسليم، عن الاستسلام، عادة معظمنا ما بيحب هذه الكلمة، معظمنا ما بيحب كلمة استسلام. ليش؟ لأنه كلياتنا نريد الانتصار. عادة إذا أنا بحكيك اليوم عن الانتصار على الارتفاع، بحكيك الآن على الغلبة، على الازدهار، على القوة، على الرأس، كلياتنا بنكون فرحانين الآن. لكن لما بلش أحكيك الآن على الانكسار، على الخضوع، على التواضع، وعلى الاستسلام، ثلاثة أرباعنا ما بدنا نسمع هذا الموضوع، لأنه المجتمع علمنا والعالم علمنا بأنه لازم نكون منتصرين بالارتفاع وكل هذا الأمر، وهذا رائع بالحقيقة. لكن اسمعني جيدا الآن، الانتصار يبدأ بالانكسار، الانتصار اسمعني شو بقول لك الآن، الارتفاع يبدأ بالاستسلام والتسليم الكلي. معظم حتى بنستعمل كلمة استسلام بالطريقة الخطأ، أنه استسلم،
ما هيك الواحد بيرفع عليك سلاح بيقول له استسلم. كنا نحن وصغار ارفع ايدك استسلم، لأن نستعملها أنه هي كلمة سلبية. لا لا ما بدي استسلم، بدي كمل قاوم، بدي كمل عاند، بدي كمل. نا أحلى أمر تعمل هيك مع الشيطان، ثلاثة أرباعنا بنستسلم للشخص الغلط. مستسلمين للخطية، أنا مستسلم. لكن بالحقيقة ينبغي أن تقاوم إبليس وتستسلم للرب. كفى عناد ومقاومة لله. ليش بعدك عم بتصده؟ استسلم لقاله اليوم لكي يغيرك. كتاب يقول سلمنا فصرنا نحمل. أخف طفل بالعالم اللي فيك تحمله هيك بإيد وحدة، إذا بقاومك ما فيك تحمله. حدا مسمع علي الآن؟ إذا نتفي صغير يبلش يلبط بيوقع من إيدك ما فيك. وقت الإنسان بالعالم إذا استسلم فينا بركة يمكن. يعني بالإيمان فينا بصير أسهل يعني. آمين. كيف نهمل؟ نجيب سكتريك ونش ومنهمله مجدا ليسوع. قول معي سلمنا. ما هذا بده يقول شيء. قول سلمنا. فصرنا نحمل. آمين ثم آمين. تحدثنا عن ولاد الرعد، تتذكروا عن عصابة يعقوب ويوحنا؟ تذكرتون؟ نعم. تذكرنا كيف الرب حول أولاد الرعد إلى أولاد الحب. تذكرنا أيضا، تحدثنا عن اندراوس أخو سمعان بطرس، هذا الشخص المتدين اللي بده يحب دائما يصلي وبحب الأمور الروحية. ما هيك تحدثنا عن هذا الرجل أيضا، لكن ملين من الأمور الروحية فاضي من كلمة الله. بالحقيقة تحدثنا عن فيليبوس الملين من كلمة الله فاضي من الإيمان. صحيح؟ تتذكروا؟ كانوا عم بيحكي مع غير كنيسة، تتذكروا أي ولا لا؟ شو صاركم من حد يحكي معي؟ تتذكر ايه ولا لا؟ حدا فايق على فيليبوس؟ عمل لي هيك بيدك. مين فايق؟ مين فايق؟ شكرا نازلوا. مين مش فايق لأكسروا؟ توبوا مش فايقين، خذ كاسات واسمعوا مليار مرة. هام جدا يا أحبائي انك الكلمات يعني اللي بنحكيها في هذه القاعة بتقطع عليك مرور الكرام، لكن بعد فترة من الزمن الله بيرجع بيكلمك هي زيتها. بتقول اف انا سمعها، بقلك لا انت سمعتها بس ما عرفتها بعد. ايه انت مفتكر حالك لانك سمعتها صارت حقيقة بحياتك، لكن بالحقيقة لان سمعتها بالحقيقة صارت عم بدينك لين ما صارت حقيقة بحياتك، صارت بتصير حقيقة بحياتك النهار اللي بتخدها وبتستسلم لها وبتقول انا اريد ان اعبد الرب في كل ما للكلمة من معنى. اليوم اريد ان اتحدث عن شخصية بارزة أيضا من التلاميذ الاثناش. يسوع صام وصلى وقرر أنه ينقي 12 واحد يغير فيهم العالم، يسلمهم مهمة تغيير العالم. ها بعد ما أن هو يطلع ويجلس عن يمين الآب. وأشخاص في هذه الكنيسة ربما بتقول أنا ضعيف، أنا مش خارج الخدمة، أنا دائما حسس بالتقل، أنا تعبان، أنا مش قادر أن أخدم الرب. اسمعني شو بدي لك الآن، إذ يسوع استخدم هيدول 12 أكيد في أمل مني ومنك اليوم. إذن هو في غيرك إذ أنت تستسلم له، حيش تقاومه، حيش تعنده، حيش تضل واقف ضده، وقف معه. آمين. والشخصية البارزة أنه يسوع اختار رجل بالحقيقة ولا واحد منا بحب يختار هيك شخص بالفريق معه. بالحقيقة يعني أزعج إنسان إنك تعمله صاحبك هو الإنسان اللي شو ما بتقله بيقلك كذاب. ما بعرف عنك، أنت بتحب إنه واحد يضل ماشي معك شو ما بتقله بيقلك، بتقله ليك امبارح كنا عم نلعب طاولة عند فلان، بيقلك كذاب حلوف ما بصدقك.
يسوع اختار رجل اسمه توما، صام كل الليل، صلى كل الليل، قعد بمحضر الرب. كان في كتير أشخاص أحسن من توما بهذيك الوقت، لكن اختار توما. وأنا أويت يعني بتفاجأ بهذه الاختيارات للرب يسوع حطها. والأصعب بعد بالموضوع إنك تشوف توما مع الاثناش، تشوف الباقيين. يعني أنا بقدر أتخيل إنه الاثناش كانوا بس يشوفوا توما ما بيحبوا يحكوا معهم لأنه كان يعصبهم. تخيل إنه كان لما يسوع يوديهم اثنين اثنين، صير كل واحد يصلي: يا رب ما تحطني مع توما، يا رب ما أطلع مع توما، يا رب ما أطلع مع توما باسم يسوع. ها؟ لأنه كان تخيل، يعني تخيل كانت تزبط شي مرة إنه توما يكون مع إندراوس بفرد فريق ورايحين يبشروا سوا. تخيل إنه كل ما يقول إندراوس شي: يسوع بحبكم، تعوا لعند الرب، توما يقول له: أنا ما بصدق أصلا، لازم أنا عندي غير رأي. تخيل معي الآن، تخيل بأنه كل شيء كان يسوع يريد أن يفعله بهذاك الوقت، كان في واحد دائما عم بينائر فيه، كان في واحد دائما عم بيوقف ضده، كان في واحد دائما عنده غير رأي. والأبشع يعني فيك تقدر تتحمل شخص بقلب الناس، بقلب الجماهير مثل الفريسيين عم بيوقف ضدك، لكن كم بالحري واحد بالفريق معك هيك، واحد بالفريق معك دايما يشك في كل أمر. والأبشع من هذا وكله إنه مش عارف مين يسوع، مش عارف هو مين، ومش عارف شو صار امبارح، مش عارف صار اليوم، ومش عارف شو راح بصير بكرة، مش عارف شي من شي. تلميذ للرب يسوع، هدول من خيرة، يعني هدول هذا من 12 من الأشخاص اللي الله اختارهم لكي يغير العالم فيهم. ها؟ فكر فيها شي مرة الآن. خلينا نشوف تاريخ هذا الرجل توما وما حدث. لاحظ الكتاب يتحدث لنا دائما بمتى 10 وبمرقس 3 وبلوقا 6، كل أيدكم تعرفوا هذه المقاطع، وطبعا بعمل الرسل 1 بيقلنا مين كان أسامي أسامي التلاميذ الاثناش مدونين بمتى 10 مرقس 3 ولوقا 6 وعمل الرسل 1. لكن الآن الرائع أنه كلمة توما معناتها التوأم، يعني نشكر الله أنه ما كان عنده توأم. هاليلويا. يعني في واحد كان بكفي وبيوفي، نشكر الله أنه ما كان في اثنين، يعني ما كان في واحد تاني مع توما. لكن يظهر إلى العيان توما، ببلش يبلعت توما وتبلش تشوف ماذا يحدث من خلال هذا التوما. أول مرة تقرأ عنه بيوحنا 11. اذهب معي الآن إلى يوحنا الإصحاح 11. تخيل في اثنين عصابات، اثنين كلياتهم ولاد خالته، شايفين حالهم متكبرين وبدون مراكز، وكانوا يعملوا مشاكل وكانوا فايرين. قرب حولهم لأولاد الحب، واحد استشهد، واحد كل رسائله وكل حياته اتصفت بأنه هو رسول الحب. تخيل أنه في واحد اسمه إندراوس اللي كان كتير روحاني وكتير شخص بحب التبعية، لكن الرائع بالموضوع أنه يسوع حول منه لرجل يقف وقفات جيدة من أجله، وبالحقيقة أنه يدوب فيه لدرجة أنه يرفع الآخرين دائما، يرفع الآخرين دائما. وتخيل هو اللي بشر خيه بطرس، لكن بطرس صار القائد، هو بقي وراء. أليس هذا غريب أنك أنت تجيب واحد على الكنيسة بعدين يصير هو أكتر منك، وأنت بالحياة أنت اللي عم بتدفشه؟ ها؟ فكرت فيها شي مرة أنك أنا مبشره لهذا، بعدين هو صار فوق، انت بعدك، وانت فرحان، انت لما هو بيرتفع انت بتكون عم ترتفع. يا لهذا التواضع. واحد مثل فيليبوس
لراسه دائما بالكلمة، حافظ الكلمة، لكن ما فيه إيمان. والآن الله يريد أن يستخدم واحد مثل توم. استقرأ بيوحنا 11 ونقرأ مع بعض القصة اللي واحد من أجمل القصص، أو خلينا نقول من أجمل الأحداث اللي صارت في الكتاب المقدس، قيامة إليعازر. تخيل معي هذه الكلمات. قال لما يسوع سمع عن إليعازر، قال هذا المرض لن يؤدي إلى الموت بل يؤدي إلى أن يتمجد الله. تقرأ في الآية 4. قال مع أن يسوع كان يحب مرتا وأختها وإليعازر، فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه بمرض إليعازر. أنا بتخيل أنه بهاليومين كان كل الحديث عم يتركز على إليعازر بين التلاميذ، وعم بتخيل أنه كان في كتير أراء عم بتقول أف قلبه شو قاسي، عرف أنه صاحبه مريض لكن قاعد عم يضيع وقت هون، ما عم يعمل شيء كتير مفيد، أنا ومحله بترك كل شيء وبروح. أكيد هذا رأي بيكون إندراوس الروحاني. فيليبوس بيكون عم بفكر لحظة بس شو بتقول الكلمة، خلينا ندرس الموضوع أكثر. يوحنا ويعقوب إذا نحن منروح منوقف حده بيكون منيح، لا ما في شيء بصير. لكن تخيل توما شو كان رأيه بالموضوع. لاحظ الكتاب يقول أي 8، قال فقال التلاميذ يا معلم أترجع اليهودية؟ منذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك. فأجاب يسوع أليست ساعات النهار 12؟ فالذي يمشي في النهار لا يتعثر لأنه يرى نور هذا العالم، أما الذي يمشي في الليل فأنه يتعثر لأن النور ليس فيه. ثم قال يسوع إليعازر حبيبنا قد رقد ولكني سأذهب لأنهضه. لاحظ معي الآن خوف التلاميذ الحاد بأنه باليهودية في مشاكل، مالنا ومال المشاكل، هنيك كانوا رح يقتلوك، أنت شو رايح تعمل لهنيك؟ كانوا لربما عم بيقولوا إيه صحيح صاحبه مريض، صحيح لازم حدا يعمل شيء كرمال هذا المرض، لكن أف ليك يسوع شو حكيم، عم بقول معلي خلي يتمجد الرب بمرض إليعازر. وكانوا أكيد عم يفهموا أنه المرض هو مجد للرب، يعني خلي يتمجد ويموت هذا الزلمة ويرتاح، هللويا. لكن يسوع يروح لهنيك يعرض حياته للخطر، لأنه عارفين أنه باليهودية بدون يرجموا يسوع، بدون يقتلوا يسوع، كلياتهم كانوا عم بيحذروا يسوع. لكن لاحظ الكلمات الآن، يسوع قال لهم لا ما تخافوا إذ نحن ماشيين بالنور. وكان يسوع يعني موت إليعازر 13. أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم، أنه خلص خليه يموت. عند أذن قال لهم صراحة إليعازر قد مات، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا فلنذهب إليه. بليز بدي إياك الآن تضع خط تحت هذه الآية الهامة. من بعد ما كانوا عم يتناقشوا أنه الزلمة مريض، الزلمة مش معروف شو قصته، واقع بالكومة يمكن، أخذوه على السوان وما مش الحال، قولوا أمين لحظة بس. صح؟ ها؟ كلياتهم الآن كانوا عم يحكوا عن هذا الرجل الذي يدعى إليعازر. فجأة يسوع قال لهم لحظة طولوا بالكم، بدي أخبركم شيء، إليعازر مات. أوب. أنا بقول ثلاثة أرباع طيب خلص هللويا، الله أعطى والله أخذ، مبارك اسم الرب، يعني مجد ارتاح. لكن يسوع لاحظ الآن إذ يريد أن يغير الأجواء بالتلميذ، يعني أريدك الآن أنك تشعر هدول البوطة اللي حول منه، يعني القاعدين معه اللي عم بيأكلوا سوا كل يوم، الأراء اللي كل واحد معتبر حاله فيلسوف عصره، يعني وكل واحد عم بيقعد بيحكي أراءه معي، ارتاح، بيطلع لعند الرب أحسن، هاليلويا. في منهم نقوله مجدا هذا صاحبه خي، صرنا هلأ نحن أصحابه. كان اخذ محلنا شوي هذا الزلمه، عال
أنا أكيد يوحنا ويعقوب كانوا عبولوا ريحنا لأنه كانوا عم يتنافسوا ومين بده يكون أقرب شيء ليسوع معي؟ لكن يسوع لاحظ كيف غير لقالهم كل الأراء بقال لهم تخيل هذا التناقض ألعازر مات لكني أفرح عم تقرأ الآية معي ولا لا؟ ألعازر مات لكني الآن أنا أفرح نعم مش أفرح لأنه مات الزلمة أفرح أنه الله أعطاني هذه الفرصة أنه أنتوا تكونوا معي الآن يا تلاميذي حتى تشوفوا بعينكم وتؤمنوا في أوضح من هيك كلمات بعد؟ نعم؟ نعم أنا لو كنت محل تلاميذ يمكن هلأ بتمرجل وبحكي بس ما بعرف لو كنت محل تلاميذ كنت بعمل بس لو كنت محل تلاميذ إيه؟ أنا رايح شوف معجزة يلا هات لنروح شوف أنا يسوع فرحان وعم بيقول الآن أنا راح أتمجد هات لنشوف كيف بده يتمجد كيف بده يتمجد بالموت هات لنشوف هات لنشوف يسوع شو بده يعمل بهذه الفرصة لكن لاحظ شو كان رأي توما فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين لنذهب نحن أيضا فنقتل معه يعني قمة اليأس يعني كلياتهم يسوع غير آرائهم من بعد ما كانوا عم يتناقشوا أكيد بالموضوع كلياتهم عندهم رأي وفجأة يسوع قال لهم أنا أفرح يا جماعة شو بكم أندراوس فيليبوس بطرس يوحنا يعقوب يهوذا الباقيين كلهم أنا فرحان ألعازر مات لكن هلأ رح بتشوفوا معجزة كيف رح بتمجد قدامكم الآن توما هيا يتمجد خي هيا يلا خلينا ماشيين وراه مش عارف وين أخذنا الزلمة بالآخر يا لهذا الشخص يكون معك بالفريق شخصية إنسان كئيب محبط سلبي تعبان شكاك والمشكلة أنه عم بيأثر على الكل يعني يا ريت بيضب لسانه وبتمه وبيسكت تومه المشكلة أنه بيحكي بيوقف قدام الكل إيه خلينا نروح معه شباب بلكي كمان نحن منموت صارت مثل كأنه يا كلمة يسوع يا كلمة توما هو قال انه راح يتمجد بس انا عم بقولكم راح يقتلنا معه الزلمة مش عارف وين اخذنا ويمكن لو واحد جراه بفكره لتوما كان شدله كم واحد معه قالوا خلينا احنا مش رايحين معك اليوم لا سوري بس انا مشغول بالحقيقة يا محمد انا عايزك صحيح توما الله يستخدم شخص مثل توما لكي يكون بالاثناش هذا الجي 12 تبع الأسيس يسوع معي؟ هذا اللي قاعد اكل شارب نايم معه هذا اللي عم بشوفه مشي على الماي هذا اللي عم بشوفه عم يطعم ألفات هذا اللي عم بشوفه عم بيعمل معجزات غير عادية هذا اللي عم بسمعه عم بيعلم معه بقلب الفريق بقلب بيته شخص شو ما بيقول له أبيض إذا قال له اللبن أبيض بيقول له لا أسود توما مرة أخرى يظهر توما إلى العيان وفي نقاش رائع بالحقيقة تقرأ بيوحنا 14 يسوع عم بيعلم هالتلميذ يعني حبيبي يا يسوع يعني أوقات قلبه شو لذيذ هو وين والتلميذ وين يوحنا 14 تقرأ يسوع اطلع بتلميذه قالوا شباب ما تخافوا لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا تخيل يسوع عم بيفتح قلبه للتلميذ في بيت أبي يا شباب منازل كثيرة حبيبات قلبي أنتوا عايشين معي كل يوم عم ناكل ونشرب سوا نبشر سوا بنخدم سوا أنتوا حبيبات قلبي ببيت بي فوق في كتير بيوت لاحظ ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم فأني ذاهب لأعد لكم مكانا وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود إليكم وأخذكم إلي لتكونوا حيث أنا أكون شوف هذا الحب الرائع أنا بديكم تكونوا معي أنتم تعرفون أين أنا ذاهب وتعرفون الطريق افتكر يسوع هيك
حبيبي. نتخيل يسوع يعني مثل كأنه واحد عمل لك أنت بتعرف يسوع، فجأة بالكنيسة ما في حدا برد. تكون إنسان لي 20 سنة بعلم وبخبر نعم. نا أنا بتصير معي أوقات هيك، بتصير معي هيك، بفتكر إنه الناس عم تفهم أنا شو عم بحكي، لكن بالحقيقة بلاقي إنه كل الناس لكن اللمبة هذه ليه دخلك محروقين كلهم هون بغير دنيا. يسوع بيعطي كل اللي عنده قدام هدول التلاميذ، ها؟ يسوع بيسكب الأسيس يسوع، شو هالأسيس الرائع يعني كان بهذا الوقت. الأسيس يسوع بيسكب قلبه قدام هدول الـ12، عم بيقول لهم أنا بحبكم لدرجة إنه بدي أخذكم لعندي، عم عدلكم بيوت تكونوا حادة، أنا بحبكم، ما تضطرب قلوبكم، ما تخافوا، ما تقلقوا، أنا معكم. فقال توما، فجأة توما، توما من الأشخاص يعني اللي بيحكي بالحقيقة الأمور اللي كان يمكن كم واحد حابب يقولها بس ما قالها. فقال توما، لاحظ هالكلمات، يا سيد لا نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ يعني عم بتخيل يسوع، عم بتخيل يسوع عد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 توما تعا جنب. بعد مرة بتفتح تمك بدي أحسب الله ما خلقك. توما يعني توما شو بدي أعمل فيك؟ لاحظ يسوع، لأنكم تعرفون الطريق وتعرفون أنه أنا وين ذاهب. فقال له توما، لا منعرف الطريق ولا منعرف أنت لوين رايح. هذا الزلم عايش معه بـ12، هذا اللي نقاه ليغير فيه العالم. حدا عم تسمع علي الآن؟ يعني أنا بشكر الرب، يا رب ما بدي واحد مثل توما معي بالفريق، بليز ابعد عني هذه الكأس. لأنه أنا ما عندي أعصاب تتحمل يا رب مثل ما أنت كنت تقدر. كيف يسوع قدر يتحمل توما؟ كيف يسوع قبل شخص معه بالمجموعة مثل توما؟ كلمة واحدة، أحبه، أحبه. يسوع أحب توما رغم أنه ولا مرة كان يقول له شيء ويصدقه، لكن أحبه. تخيل نظرات يسوع إلى توما تعبر عن الحب. توما أحبك، توما أحبك. ويا لكثرة التوميات في الكنائس اليوم، يا لكثرة الأتوام في كنائس الرب يسوع اليوم. بتلاقي يسوع يصنع أمور غير عادية من أجلك. وعلى فكرة أول إيمانك وأول إيماني، مين بيعرف أنه كان لما بتصلي كل شيء بتصليه بيصير حتى لو كان ضد مشيئته؟ بتعرف ليش؟ بدي أفرجيك قديش بحبك. البيبي صغير، خود حبيبي، خود، لكن بس تكبر بصير في مسؤولية. أنا بقول لك لا، هلا فيهم بعد مش هيك. أحبك. القاسم المشترك بين كل هدول التلاميذ يا أحبائي مجددا، إنهم أتباع. رائع بالموضوع بأنه توما لم يكن مقتنع أن يذهب إلى إليعازر، لكن تعرف شو؟ ذهب، تابع. توما كان يعتقد بأنه سوف يموت هناك معه، لكن ذهب، مش مقتنع. بعض الأحيان اسمعني شو بدي أقول لك، بعض الأحيان بيتطلب منك لتتبع يسوع تعمل شيء أنت مش مقتنع فيه. اسمعني شو بدي أقول لك الآن، الطاعة المؤجلة ليست طاعة، الطاعة الجزئية
ليست طاعة. لا لا ما سمعت شو قلت، عم بحكي كلام كبير. ما سمعت شو قلت، ما سمعت. قلت هيك، قلت الطاعة المؤجلة مش طاعة. وبعض الأحيان أنت ما رح تفهم شيء من شو الله عم بيقول لك غير لما بتطيع، عندها رح تفهم بعدين. في أوقات الفهم رح يجي من بعد ما تطيع مش قبل. مش دايما لازم تفهم قبل ما تعمل، أوقات لازم تعمل بلا ما تفهم، بس تعمل رح بتشوف النتيجة بعدين. هللويا. نتقول أنا مش رح أعمل شيء أما بلش أفهمها، هيك بتكون أنت عم بتقول أنا ما بضطيع الرب، لأنها طاعة مؤجلة، أنا بأجلها لشوف شو رح يصير. لا أسمعش بقول لك لين. أيضا الطاعة الجزئية ليست طاعة، بمعنى آخر بتنقل إشي، أنا بهاي وبهاي بيمشي الحال. في أشخاص أنا بطيع الرب بأنه صلي بس ما بطيع الرب بأنه أقدم عشوري، هذه ليست طاعة. أنا بطيع الرب أنه أقرأ بالإنجيل بس ما بطيع الرب أنه يكون بالكنيسة، هذه ليست طاعة. عم بتنقي أنت بشو بدك على ذوقك. الطاعة الجزئية ليست طاعة. حدا هون اليوم؟ الطاعة المؤجلة ليست طاعة. طلب لحدك الآن هيك بعيونه قل له بعض الأحيان لازم تعمل شيء من دون ما تفهم فقط لكي تطيع. قل له هيك مجددا، قل له مش كل شيء بتفهمه قبل، في شيء بتفهمه بعدين، لكن طيع هلا. كم واحد هون اليوم؟ كذو لحدا كله أسيس عم بيحكي معك مش مع حدا تاني يعني، ولو هاللويا حدا لازم يسمع اليوم هذه الوعظة. لا أنت كمان لازم تسمع هذه الوعظة، أنا لازم أسمع هذه الوعظة، كل واحد منا اليوم هون لازم يسمع هذه الوعظة. اللي عم بيحكي معك، اللي عم بيحكي معك، ها قال له يا رب. فقال توما يا سيد لا نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق. فأجابه يسوع لك يا توما آخ ما بعرف. لك توما أنت كيف بيطفوك لي؟ يا ريت بتعير نسكوتك يا توما شي مرة. لكن يسوع مش هيك. فقال له توما، ليك صعب له إياها، يا توما ولو أنا هو الطريق والحق والحياة. أنت عم بتقول ما بتعرف الطريق؟ صار لك معي 3 سنين يا توما ونص ومش عارف الطريق. أنا الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إن كنتم قد عرفتوني، عرفتموني، فقد عرفتم أبي أيضا، ومنذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه. عم تخيل توما بقول طيب أنا فيت أعملكم قهوة شباب، شو بتحب كيف تاخد سكر؟ كيف بتحب قهوتك؟ يسوع أنا اليوم بتبرع إجلي لأنه هالكلام أصلاً ما عم بيدخل براسي. أنا اليوم بتبرع إجلي، أنا بالمطبخ اليوم. أنا بتقلي كيف تعرف هيك؟ رح فرجيك الآن. اذهب الآن إلى يوحنا 20، شوف ما حدث هناك. خينا توما، القديس توما، قال يسوع بالإصحاح 20 الآية 9، ولما حل المساء ذلك اليوم وهو اليوم الأول من الأسبوع، كان التلاميذ مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهود، وإذ يسوع يحضر وسطهم قائلا سلام لكم.
وإذ قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ أبصروا الرب. فقال لهم يسوع السلام لكم كما أن الآب أرسلني أرسلكم أنا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم خطاياهم أمسكت. لاحظ الآن الآية 24، ولكن توما أحد التلاميذ الاثني عشر وهو المعروف بالتوأم لم يكن مع التلاميذ حين حضر يسوع. شو هالغلطة؟ إنه ليك كيف سأبت يسوع إجا لعندهم بس توما ما كان. وين كان توما؟ ليه هن كانوا قال مجتمعين وخيفانين وقاعدين بالبيت ومجتمعين مع بعض وتوما مش معهم؟ الآن فكر فيها الآن يا أحبائي، بكل تأكيد توما فكر أنه يترك. أنا مش مقتنع أصلاً بكل هالقصة، الزلمة مات وأنتوا بعدكم قاعدين هون. يعني أنا أسكى بكتير هيك، يا أخي عندي كتير أشغال أعملها أنا، أنه يعني كان آدم الله يرحمه. معك؟ والبعض منكم لأنه راسه إلهه ثلاث أرباع الأوقات بيحكي معه الرب وبيحكي معه الرب وبيحكي معه الرب وبيحبه الرب وبيطلع فيه الرب وبيعتني فيه الرب وبيشفيه الرب وبيساعده الرب وبيحطه مع خيرة شعبه الرب، لكن تعرفوا شو بيعمل؟ أنتوا طلعوا 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 عدوا بالعلي. يا شوف أنا رح أمشي بالسوق ومالي ومالكم. قالوا بعدين لكن تعرف شو الرائع؟ انه توما رجع، لانه تذكر القول الى اين اذهب وعندك كلام الحياة. تذكر القول يا احبائي انه بالحقيقة نهار اللي بتقعد مع يسوع نهار مستحيل تقدر تقعد بالعالم فيما بعد، افضل لك تموت. تخيل توما عم يتمشى بالشارع، الشباب كلهم فوق، اخوي صار لي 3 سنين انا وياهم، 4 سنين انا وياهم، شو عم بعمل هون انا؟ وفي اشخاص ايضا في ايامنا هذه تعود الى نفسها، انا شو عم بعمل؟ اخواتي هونيك عم يعبدوا يسوع قاعدين معه، وأنا ليه ما أعتبر حالي أعظم من هيك، أكبر من هيك؟ مين مفتكر حالي؟ ليش أنا مش معهم؟ ليش أنا مش معهم؟ أنا بحب يسوع كمان، أنا مش فاهم شيء بس بحب يسوع. والكتاب يقول قال حضر توما تاني نهار فقال التلاميذ الآخرون إننا رأينا الرب. يا توم أبو التوم تومتم بارح سي يسوع لعنا. تخيل توم عم يطلع، أنا قلت ما بدي أجي. الشباب بالمرة لا 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 انا صار انا لشو اجي انا يا اخي؟ لك شو بكم يا شباب؟ شو معتبريني اهبل؟ انه شو اجى الرب يعني؟ شو بكم موعوه؟ صرتم هلوسين لدرجه انه معتبرين يسوع بده يجي لعندكم؟ مات الزلمه الله يرحمه. لا وفجاه يا احبائي، انا اذا ما بشوف بايديم سمير وبحط ايدي بجنبه ما رح آمن. يا لهذا الإعلان الخطير، يا لهذا الإعلان الخطير، إنه بعض الأشخاص تأتي إلى هذه الكنائس وتعلن إعلانات مثل هذه. أنا لا نؤمن أصلاً. شو هيدا أنتم عم ترقصوا بتغنوا بتعملوا؟ أنا أكبر بكثير من هيك، أنا زلم فهمين، لك أنتم شو هالمجديب اللي في حدا بيقول هيك كتار؟ ليك ليك ليك
لهذاك الشعب انا اكثر بكثير من هيك، انا فهمان، انا دارس، انا معلم، انا بديش اقعد بشال المسخره هيدي كليا. انا اذا ما بشوفه قدامي وبحط ايدي بجنبه وبلمسه ما رح امن. تعرف شو يا احبائي؟ يسوع احب ثوما لدرجه انه اجا خصيصا كرمال شخص لا يؤمن. هللويا. احذر ان يكون عدم ايمانك من دون قلب حقيقي، لانه بتعرف شو؟ يوم من الايام يسوع سوف يفاجئك ويهز عدم ايمانك. فجاه عم بقول انا اذا ما بحط ايدي بجنبه ما بدقر المسامير ما رح امن. وبعد 8 ايام كان تلاميذه مجتمعين ثانيه داخل البيت وتوما معهم. ومعي بعد 8 ايام فيك تفكر شو صار بالتلاميذ بهذاك الوقت؟ ب8 ايام تشويش على الاخر يعني. عم بتهيأ لكم انتو، لكن بعد 8 ايام 8 ايام انا بتخيل يعني ليه يسوع نطر 8 ايام؟ ليه ما اجى دغري؟ ليش اوقات الرب بتركنا بعدم ايماننا؟ ليش الرب دغري ما بيتعامل مع عدم الإيمان؟ ليش الرب ما دغري بحط إيده؟ بتعرف ليش يا أحبائي؟ لأن أول شيء أنت خلقت لكي تعبد. تاني أمر إذا بتجي تدرس كل الكتاب المقدس، الله يبتغي أشخاص تثق به تؤمن. إنه يمتحن عدم إيمانك، ينظر كيف تتعامل مع هذا الأمر، كيف تتعامل. قال وتوما كان معهم هالمرة. حضر يسوع، لاحظ ومجددا والأبواب شو كانت قبل؟ ما هذا عم يرد علي. تتذكروا قبل شو كانت؟ لما يسوع إجا أول مرة كانت الأبواب شو؟ مغلقة؟ نعم؟ شو بكم ما مش عارفين؟ كانت مغلقة. نعم. وتاني مرة إجا شو كانت؟ ليش التجديد على هذا الأمر؟ حتى لي خلي توما يكون بنفس الموقع. لاحظ الآن. ووقف في الوسط وقال سلام لكم. بعد ما حكي ولا كلمة، بعد ما يعني مرحبا توما تعال هون. يعني أنا بتخيل يسوع نازل ومعصب. تخيل يسوع قام من الموت، فات والابواب مغلقه، السلام عليكم شباب. لحظه لما ما هذا يحكي معي، توما تعال هون، حط ايدك، تفضل المس يدي يا توما، شفتون؟ المس جنبي، احبك لدرجه اني اريدك ان تؤمن. ربي والهي. الان تؤمن يا توما لانك رايت. طوبى لمن آمن دون أن يرى. طوبى لألك ولألك الأعدين هون في هذه الكنيسة اليوم إنك تؤمن بيسوع. هللويا. إذا خصيصا من أجل توما. واليوم عندي خبر لألك، يسوع اليوم في هذه القاعة خصيصا من أجلك، من أجلك، من أجلك. يسوع اليوم سوف يهز عدم إيمانك. طوبى لك كنت تؤمن يوم. طوبى لك إن كنت تؤمن. ما خلصت هون يا أحبائي. من بعد هذه الزيارة الرائعة للرب يسوع مجددا للتلاميذ، تقرأ بالإصحاح 21. قال وبعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلاميذ مرة أخرى عند شاطئ بحيرة طبرية. وقد أظهر نفسه هكذا اجتمع سمعان بطرس ومين؟
ما بسمعكم. وين ورا ولا صرتوا وين؟ قلتوا ما ورا. اجتمع سمعان بطرس ومين؟ شو كان اسمه؟ كلكم قولوا توما. مجددا قول توما. هللويا. لاحظ معي الآن، ولا مرة بالكتاب المقدس تقرأ بطرس بعدين توما، ولا مرة غير هون. صار صاحب ولا بطرس؟ ولا مرة، ولا مرة. راب بكل الكتاب المقدس ما بتقرأ بطرس وتوما، دايما توما بيجي بالنص أو بالآخر. ما حدا عمل له حساب، لأنه كانوا، أنا بتخيل كل التلاميذ يفوتوا الصبح، صباح الخير كلكم، بس يجي توما، يا الله إجا. بتخيل يوحنا ويعقوب أخذوا يسوع على جنب. يسوع بسألك سؤال، يعني في شيء محيرني، أنت متأكد أن توما لازم يكون معنا؟ أنت كنت بالروح متأكد؟ صليت نيح بالليل؟ أنا بتخيل أنك أنت ما سمعت منيح يا رب، وأنا جاي أقول لك اليوم هكذا قال الرب، توما مش لازم يكون معنا. رب عم يقول لهم شباب، توما حبيبنا منحبه، طولوا بالكم. يا الله على الرب، يا الله على الرب. يا خيي طيب أوكي، حبه بس مو المعروف، عمل له اوضه لحاله والبيت، لانه نحن مش طايقين انه نقعد نحن وياه. ليش يا اخي؟ وين ما منروح بضل لحقنا وبضل نازل فينا وبكذب كل شيء بنعمله، ومش مصدق شيء وما فهمان شيء. قال ولكن اجتمع بطرس وتوما، قال وبعض التلاميذ، وبخبرك الباقيين وقال لهم بطرس. هالمره طلعت المشكله من بطرس، لكن مين استجاب اول واحد؟ توما، بعد ما أن لمس جراح الرب ولمس جنب الرب. قال بطرس، قال لهم أنا ذاهب للصيد. تعرف شو قالوا له كلهم؟ ونحن كمان نجي معك. رب ما دعاك يا بطرس لكي تصطاد سمك، أنا افتكرتك خلصت من هذا الأمر من الزمانات، ليه عم ترجع للحياة القديمة؟ لم تعد فيما بعد صياد سمك، بل صرت صياد بشر. لكن هذا يدل علامة اليأس الكبير والمشكلة لأنه بالحقيقة يا أحبائي الإيمان لا يأتي باللمس. الإيمان هو اتجاه قلب لداخلك، ثقة، ثقة بمن أنت تعيش وتسير معه. وبتعرفوا القصة، أنه تقابلوا مع يسوع على الشط، ويسوع طبخ لهم، وأول واحد نزل من القارب مين؟ بطرس، وركض لعند يسوع وهو بعد القارب بنص البحر، وذهب لعند يسوع. صحيح؟ تعرف ليش؟ حس بالذنب، شادت كل هالتلاميذ وراي ومش عارف لوين اخذهم. لكن ما بيقول الكتاب انه هن كمان ركضوا وراه. خلي اخبركم شيء رائع الان عن توما. كل هذا الذي قرأته عن توما في يوم 50، حل الروح القدس على توما. والتاريخ يعلمنا بأن توما صار أعظم رسول في الهند، وكل الكنائس اللي تأسست في الهند الآن يا أحبائي، حتى على فكرة طائفة السريانية هي طائفة مؤسسة من قبل توما قديما، وصار أعظم رسول بالهند، واستشهد بالهند على فكرة توما الشكاك تلميذ الرب، استشهد من أجل ملك الملوك ورب الأرباب. والتاريخ يعلمنا أنه كبولة الأسودة بالحياة ومات، طعام في معدة أسد هذا التومة.
كيف يسوع يحول إنسان إذا يستطيع أن يعمل معك اليوم. تعال واقبله من كل قلبك. يا رب أنا أيضا أريد أن أتغير. خلينا نوقف مع بعضنا في محضر الرب. مجدا 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 يا رب. المس عدم إيماني اليوم يا رب. ارفع يديك يا رب. أنا ما بعرف كيف اخترتني، ما بعرف ليش اللي نقيتني. بالحقيقة بالحقيقة يا رب أنا أضرب بكتير من توما، لكن إذا في أمل لتوما في أمل لألي. إنك تحبني يا رب وتتحنن علي، وإنك طويل البال معي يا رب لدرجة أنك اليوم تغيرني. اليوم يا سيد تشفي عدم إيماني. أنا لا أعلم ليش توما ما كان عنده هالقد ثقة، لربما قطع بظروف صعبة وعلمته الظروف أنه ما بقى يوثق بحدا، لربما حط ثقته ببشر وخزلوه فيما قبل، لربما قطع بأشياء صارت معه في حياته خلته يصير شكاك في كل أمر، فقد ثقته بكل شيء. ما بعرف ليش توما هالقد شكاك، هالقد سلبي. بعض الأحيان أنا بقعد مع ناس بقول يا خيي ما بدي يكونوا أصحابي بسبب السلبية اللي عندهم إياها، لكن يسوع يحبهم. يسوع يحبهم. أبشع شيء يا أحبائي إنك تعمل واحد صاحبك ما بيصدقك، بشك بكل شيء بتعمله، ما بيوثق فيك. لكن يسوع نقى هيك ناس من الأصحاب. يسوع نقى واحد هيك، نقى توما. إذن في أمل مني. نقى توما مش فهمين شيء من شيء. وين كان توما لما كانوا التلاميذ نقى واحد متردد، واحد بالحقيقة مش محترم يسوع، بيحكي يسوع وما بيفهم عليه، معتبره مثل كل هالناس. تخيل انك انت يكون عندك ب 12 تبعك هيك، هل تستطيع ان تتعامل معه مثل ما تعامل معه يسوع؟ ما بعرف، لكن يمكن انا بقول لا، لكن يسوع احبه. يسوع احبه واجا كرماله، خصيصا كرمال توما. يسوع اليوم يريد أن يجي كرمالك أنت خصيصاً. إذا أنت اليوم بعدك مفتكر حالك ذكي، مفتكر حالك فهمان، مفتكر حالك، إذا أنا وياك اليوم مفتكرين حالنا شيء، يسوع اليوم يريد أن يهز عدم إيمانك. إذا أنت صادق، تعرف شو الميزة الحلوة بتوما؟ كان تابع وكان صادق، عم يحكي، ما كان خبي بقلبه يحكي. لكن إذا أنت صادق وبدك عن جد تلمس الرب اليوم، الرب بده يلمسك. إذا أنت موجود بهذه القاعة ولا مرة لمست، ولا مرة لمست الرب اليوم، أنت موجود بهذه القاعة اليوم، يسوع اليوم هلأ بده يلمسك، هلأ بده يجي لعندك الرب إذا بدك ويلمسك ويحول منك لرسول عظيم يغير قارة، مثل كانت بالزمانين سموها قارة الهندية. لما عم بحكي على الهند ما عم بحكي فقط على الهند اللي معروف بأيامنا هيدا، عم بحكي قارة كانت تسمى الهند. توما كان رسول الهند. نعم يسوع الآن ارفع يديك قل له هذا أنا يا رب، الآن المسني، شيل عدم إيماني يا يسوع، غيرني، اجعل من حياتي خدمة لألك، شيل مني كل عدم طاعة يا رب، شيل مني كل مرة بدي أقعد أفهم وبدي أقعد عذب وبدي أحاول، شيل مني هذا الأسلوب يا رب. أنا أطيع على عمياني، أنا تابع على عمياني، أنا تابع للآخر يا رب، دون أن أفهم، دون أن أرى، أنا أؤمن دون أن أرى، أنا يا سيد أذهب معك للآخر دون أن أرى، دون أن أفهم. أشكرك لأنه بعد ما أنا أفعل هذا كل شيء أنت بتفهمني، الأشياء بفهمها بعدين، لكن الآن أشكرك رب، حط في هذا اتجاه القلب
انني تابع، انني تابع، انني تابع. حط في اتجاه القلب انني مستسلم للاخر، انني طائع دون قيد او شرط، دون قيد او شرط. لا، انا في اشخاص تقول انا بطيع لما بفهم، انا بطيع اذا بصير هيك، انا بعمل هيك اذا بصير هيك. طوبى لك اليوم اذا انت بتطيع، بتقول انا من دون ما يصير شيء انا بطيع، من دون ما ان ارى شيء انا اتبع، دون ان افهم اي شيء ماذا سوف يحدث انا ذاهب، انا ذاهب، انا اول واحد ذاهب، انا ميت كليا يا يسوع وانت تحيا في الان. ارفع يديك وصلي بروح القدس، قل له يا روح الله الان تعال املأني واغيرني كما غيرت توما اليوم، تعال غيرني. انا اصلي الان يا روح الله بانك تظهر يسوع لكل واحد الان عنده مشاكل بالثقه، عنده مشاكل بالايمان الان، باسم المسيح الان لينكسر عدم الايمان، لينكسر عدم الايمان باسم المسيح الآن. كل واحد يا رب أشكرك، كل واحد يعاني من عدم الإيمان، هذا المرض باسم المسيح، هذا الروح الشرير ينكسر الآن. أشكرك يا رب لأنك تظهر ذاتك الآن لكل واحد، وتجعله يا سيد الآن تجعل ذكاء صفر، تجعل حكمته صفر، تجعل كل الأمور اللي عم يعملها مفتكر أنه ذكي صفر باسم الرب يسوع، وتحول كل الأشياء لخير الذين يحبوك الآن. يا رب إني أعظمك الآن لأنك تدهش أشخاص كثيرين بأن الفكر البشري والحكمة البشرية هي لا شيء أمام لمسة منك، تتبدد في محضرك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. في ناس بدأت تتبع يسوع على ذوقه مثل توما، في ناس بدأت تتبع يسوع على ذوقه مثل توما، بتتبع يسوع بس ما بدها تروح معه لعند إليعازر، بتتبع يسوع لكن مش مصدق انه قام، بتتبع يسوع لكن بتحب كل شيء بيقوله كل شيء بيعمله، لكن هي بدها تضل برات المجموعه الان. قول يا سيد سامحني الان يا رب، انزع عني كل تمرد، كل شخصيه متمرده، اكسر تمردي الان، اكسر كبريائي، اكسر عدم ثقتي الان يا رب. نعم نعم نعم، بحبك الآن يا رب. صلي بالروح الآن يا أحبائي، هللويا هللويا هللويا. إنني أمشي وراك، أمشي إنني أمشي وراك يا يسوع مالكي، يا يسوع مالكي. إنني أمشي وراك، أمشي وراك. إنني أمشي وراك يا يسوع مالكي، يا يسوع مالكي. إليك قلبي، قل له من كل قلبك الآن، مالكي يا يسوع مالكي. إليك قلبي وحياتي يا يسوع مالكي، يا يسوع مالكي. نعم يا رب الآن يا سيدي، إني أشكرك الآن من أجل حضورك بينما كل رأس منحني الآن، كل عين مغمضة. إذا أنت موجود في هذه القاعة بتقلي أسيس اليوم أنا محتاج ليسوع،
ألمسه يلمسني، محتاج إنه اليوم اتغير، محتاج إنه اليوم ابدأ حياة جديدة مع الرب، محتاج إنه اليوم اخلص من كل خطاياي ومن كل أمور حياتي اللي ما بترضي الرب، محتاج إنه أولد ولادة جديدة بحسب كلمة الرب، لا أحد يرى ملكوت الرب إن لم يكن ولد ولادة جديدة. أنا محتاج إله هيك، محتاج إذا أنت هذا الشخص اللي محتاج خلاص يسوع اليوم تعال إلي. إذا بتلي أسيس أنا اليوم إذا بموت ما بعرف حالي لوين رايح، ما بعرف شو النهاية، ما بعرف كيف بدي أعيش، مفلسف ضايع، غاوي ديانات، غاوي أحاديث وأساطير وبعيد كل البعد عن الله، غاوي شريعة وغاوي فهم، عامل حالي فهمين، لربما تكون من هذا النوع من الناس، يمكن أنت مثل توما اليوم، تعال عند يسوع خليه غيرك، خليه غيرك، خليه غيرني اليوم. إذا أنت هذا شخص اللي محتاج لخلاص الرب بينما كل رأس منحني الآن كل عين مغمضة، قل له هالكلمات، قل له يا رب أنا خاطئ سامحني، قل له هيك من قلبك لو سمحت، بشكرك لأنك مت من أجلي على الصليب، قمت من بين الأموات من أجلي، بشكرك أن الأشياء العتيقة قد مضت، ها أن الكل صار جديدا، بشكرك يا سيد الآن لأنك قبلتني وسمعت صلاتي، بشكرك يا رب لخلاصك أنا إنسان جديد الآن فيك باسم المسيح، لن تمحو اسمي من سفر الحياة، آمين. بينما كل رأس منحني الآن كل عين مغمضة، إذا أنت هذه الصلاة صليتها لأول مرة بحياتك وبتعنيها وعم بعني أول مرة بحياتك، مش أشخاص مصلينا أكثر مرة، إذا أنت مصليها أول مرة اليوم وبتعنيها أعطيني علامة برفع اليد تخليني صلي لك بليز، يا ريت كلياتنا بنحني راسنا لو سمحتوا، آمين آمين. غمض عيونك الآن، أعطيني علامة برفع اليد، آمين خيي شفتك، آمين ورا، ربي يباركك. في شي حدا بعد؟ فيش حدا بعد؟ علي ايدك ونزلها خليني اشوفك اذا انت هذا الشخص، امين خي ربي يباركك. فيش حدا بعد؟ امين خي ربي يباركك. مجدا لك يا يسوع. يا رب الان انا بدي اصلي لكل الاشخاص اللي اليوم رفعوا ايديهم لك، اذا انت هذا الشخص اليوم بينما كل رأس منحني كل عين مغمضه بليز خلينا بمحضر الرب، إذا أنت هذا الشخص اليوم اللي رفع إيده للرب تعرف حالك، أنا بدي شجعك تكون بلقاء مع يسوع، بدي شجعك في شيء اسمه لقاء مع يسوع اللي هو ويك أند، تطلع فيه الكنيسة جمعة سبت أحد، جمعة بالليل سبت أحد، وبتكون عم تتقابل مع يسوع. إذا أنت هذا الشخص بليز احكي مع حدا من خدام الكنيسة وحط اسمك، قل لهم أنا حابب أطلع أتقابل مع يسوع، حابب أقعد مع الرب لويك أند. إذا أنت هذا الشخص وما عندك إنجيل كمان، خذ انجيل من المكتب اللي ورا انت وطالع اليوم وبلش اقرا من الانجيل، رح تكتشف انه الانجيل بيقراك مش انت اللي بتقراه، رح تكتشف انه هالكتاب بيعرفك اكثر ما بتعرف حالك. واذا انت هذا الشخص الان ايضا بشجعك تبلش تصلي بكل بساطه كل يوم كلمه منك للرب، رح تكتشف انه الصلاه هي حوار، هي مش حديث فردي، لكن رح تكتشف انه الصلاه هي علاقه، هي اسلوب حياه، كل يوم انت ترفع قلبك للرب وبالحقيقة هو بيجاوبك، ورح تكتشف انه لما بيجاوبك رح تعرف، ولما بيحكيك رح تسمع، تقلي كيف بس يحكيك الرب وتحكي رح تعرف. ثلاثة، اذا ما عندك كنيسة اهلا وسهلا فيك بهذه الكنيسة، بقصد كنيسة بتآمن بكلمة الله وبتعيش بحسب كلمة الله، بقى بدي شجعك تكون بكنيسة كتابية. اذا انت هذا الشخص ما عندك جماعة ومجموعة مؤمنين اهلا وسهلا فيك بهالكنيسة، كمل كون مع الاخوة، يكون عندك شركة مع إخوة المؤمنين، مع الإخوة المؤمنين، وأيضا وين ما بتروح اليوم خبر عن يسوع شو عمل معك، وخلي كل الناس تعرف إنه يسوع بعده حي بيخلص وبيشفي وبيحرر. خلينا ناخذ إيدين بعضنا البعض الآن، يا رب الآن بارك عملك، بارك كل ما فعلته في هذه الكنيسة لمجدك، اختم على كلامك بروح القدس، أصلي